مرحبا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من قناتكم روبلند. اول شيء كل عام وانتم بالف خير يا رب، وكل سنه يا رب وانتم سالمين. فيديو اليوم يا شباب راح اعمل رده فعلي على مباراه المغرب ضد البرتغال. طبعا يا شباب هذيك المباراه ما كنت اتابعها لانه كان في تقريبا مباراتين بنفس التوقيت، مباراه المغرب ضد البرتغال وكان في مباراه تانية كمان، فكنت عم اتفرج على المباراه الثانيه فما اتفرج على مباراه المغرب ضد البرتغال. اليوم راح نتفرج على الملخص من مباراه كامله، فمتحمس كثير للفيديو. خلينا ما نطول كثير وخلينا نبدا بالفيديو. ليتس جو. اه بدايتها من كريستيانو يا اخي. لحظه، شو مكتوب على العنوان؟ ملخص واهداف مباراه البرتغال المغرب والبرتغال، مباراه ناريه للاسود. حلو، 1-0 النتيجه. والله فاز على البرتغال. يفوز يا اخي، عندهم حكيم زياش، عندهم اشرف حكيمي، عندهم كثير لاعبين والله ممتازين. شوف حكيم زياش الأسطورة، والله أحبه حكيم زياش كثير. أشرف حكيمي كله موجودين. Let's go. بصراحة يا شباب أكون صريح معكم، ما شفت الهدف أبدا، فخلونا نبلش نشوف. Let's go. حتى مرابط كان موجود. حلو بنعطية. والله المغرب ما شاء الله عندهم لاعبين ممتازين والله لازم. يوسف بلهندا يا شباب راح اعمل ردة فعلي على اللاعب ان شاء الله الفيديو الجاي، فجهزوا حالكم. يا بسم الله. الله. اوه. والله يا شباب المغرب ضاغطين. انا فكرت البداية راح تكون البرتغالية. اوكي البدايه هلا صار برتغاليه. هلا ركنيه هذا الجول. اوكي لا البرتغال ما سجل الجول صح؟ البرتغال ما سجل الجول. حلو، انا بس المغرب اللي سجلوا. شو اللي صار؟ اوه 1-0 البرتغال. كريستيانو رونالدو، رونالدو جول، رونالدو مولع في المونديال هذا، رونالدو في سوبر فورما. لحظه شو اللي صار؟ مع اساس المغرب اللي فازوا، حرام يا اخي. لا شوف الكره من الدفاع، تمشي كره ركنيه صدرها تصل الصوت، معناها المغرب خسروا. انا ما اتذكر المباراه يا اخي، اتذكر انه لعبوا ضد بعض والنتيجه كنت اتذكرها بس هلا ما عم اتذكر. اوه والله كان تقريبا يا اخي. رونالدو يا اخي. كيف ضيعها؟ حرام والله. حلو حلو حلو، والله المغرب اقسم بالله يلعبوا احسن. انا شايف المغرب يلعبوا احسن من البرتغال بهالمباراه. اوه جول، حرام حرام يا اخي. طريق حكيمي يمشي زياش، ما في حدا في منطقه التزويد، اضرب كره بالراس حطها. والله يا اخي فرص المغرب اكثر بكثير من فرص البرتغال. حلو، وحش والله، وحش الدفاع. حلو اضرب سدد. حرام يا اخي. يمشي مبارك ويوزع كره والراس من بوطيب. حرام والله. جول. لا الله يا الله، طمع في هذه المباراه ثانيه. كره ممتازه، المغرب تلعب تكور من يلا زياش. وين الكره يا اخي؟ جوده الفيديو والله زباله. حكيم يا فنان، اضرب يا حكيم. والله حكم تسديداته روعه يا اخي. الله اخ لو راحت. الله يا مربط جزاء. وات جزاء؟ حتى لو مو جزاء فاول. وات والله الحكم زباله. شوف البرتغال ما عندهم فرص. هاي شو، ليش هذاك ما كان جزاء؟ والله حرام يا اخي، اقسم بالله حرام. رونالدو في كره خطيره، يمشي رونالدو. ما والله البرتغال ما لعبوا بهذيك المباراه شكلهم. والله شكل البرتغال ما لعبت في هذيك المباراه.
تقريبا 75% الفرص للمغرب. بعيدة 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 والله. المباراة شكلها كانت نار يا أخي. أوف حلو حلو. منير منير محمدي. الله الله الله. حرام يا اخي حرام يا اخي. جاز لي جول يا اخي. والله العظيم البرتغال ما يستاهل يفوز في هالمباراه. لا اخيرا الحكم بين. والله مرابط يا اخي مجننهم شكلهم هالمباراه. والله جاتك يا مهدي. والله جاتك يا مهدي. يونس بالعنده يضرب كوره عند زيبوتو. والله يا شباب كان لازم النتيجه تكون اقل شيء 3-1 للمغرب والله العظيم. شوف ما عندهم هجمات اصلا البرتغال. كريستيانو يا اخي هذا الفارق المهاجمين. كريستيانو نص فرصه سجل جول. شيت والله كان تريبة يا والله. نوردي مرابط مبدع في هذه المباراه. تقريبا كل الهجمات من طرفه. الله فكرتها بالعارضة أقل شيء. والله مرابط مرابط لعيب. نور الدين مرابط ممتاز. أوه والله لعمل فيديو ردة فعلي على بالهندة. والله لعمل ردة فعلي على بالهندة. بوو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 و
حرام اقسم بالله متعتمونا والله صح كلامه حرام ما يفوز والله لازم حرام لا يا اخي لا يا اخي لا يا ابن عطية والله حرام والله العظيم حرام ضيعوا فرص كتير يا أخي والله ضيعوا فرص كتير والله لم مضيعين أقل شيء يا شباب بالشوط الأول 3-1 هي بالشوط الأول فقط حرام يا أخي والله العظيم حرام يا أخي حكم أيوه هيك أخلى يسجلها زياش حاسس حالي يتفرج على المباراة مباشر يا شباب والله مو عالية والله مو عالية يا والله مو عالية عدالة الكورة عدالة السماء في الكورة اوه لو جايبها والله رونالدو غير الهدف ما بين والله العظيم رونالدو غير هذاك الهدف ما بين والله بس الهدف بس بين يعني لازم هيك المهاجم يكون خلاص جته فرصة جول يا اخي حرام يا اخي والله العظيم حرام اقسم بالله ما يستاهل الفوز البرتغال والله يا اخي المغرب فريق ممتع منتخب ممتع شو اللي صار لمسة يد جول حكم لمسة يد لا وفوق الحظ خسر شو اسمه شو اللي صار؟ خلص الفيديو؟ والله فيديو فاشل يا شباب والله العظيم أعطي ديسلايك ليش الفيديو مو كامل يا أخي؟ شوف لسه في أكثر بعد يعني ما في حظ وما في حكم سبحان الله لمسة يد 100% ليش ما أعطي ضرب جزاء؟ ها وهذيك بالبداية لما والله كريستيانو رونالدو يعني ما تأخذوني فرصة بس بين كل مباراة مبين كنت أفكر رح أكون فرحان يعني أنه شو اسمه المغرب اللي هو اللي فاز فكرت المغرب اللي فاز يا الشباب طلع البرتغال اللي فاز والله العظيم حرام يا أخي أقل شيء 7 فرص يا الشباب محق يعني أهداف محققة كانت بس هاي لازم يعني لازم يدربوا على أنه يكونوا حاسمين أكتر أمام المرمى والله بس المغرب يا الشباب والله منتخب ممتاز يا أخي والله متعة يا شباب المهم يا شباب هيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم بتمنى أنكم استمتعتوا إذا استمتعتوا يا شباب بتمنى أنكم تنزلوا لتحت تضغطوا على زر الاشتراك وتعطينا لايك كعيدية يعني تعطينا لايك نوصل أقل شيء 2500 لايك يا شباب مو صعب عليكم أعرف هذا الشيء وبس يا شباب نشوفكم إن شاء الله فيديو جديد على ردة فعل على اللعب بالهندا بيس
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about.